أثناء البث المباشر الأخير لأعضاء بي تي إس آرم وشوغا وجيمين يوم 20 فبراير أعربوا عن خيبة أملهم بسبب أنهم لم يهتموا كثيرا بأجسادهم قائلين علينا أن نفكر في أنفسنا ونبدأ في فقدان الوزن. لقد اكتسبت الكثير من الوزن وأصبحت ممتلئ، قال أرم. أنا الآن 76 كيلوغراما. أجاب شوغا، سمعت أنك 80 كيلوغراما. تفاجأ أرم للحظة ثم قال بمرارة، لا، لم أصل إلى 80 كيلوغراما في حياتي. يقول جين أنه وصل إلى 61 كيلوغراما، وفرق الطول بيننا هو 2 سنتيمترا. وصل أرم مدح جين وقال أنه 61 كيلوغراما وله أكتاف عريضة، هذا العالم غير عادل، لديه أعظام جميلة ولد معها. ثم قال شوغا الذي كشف أن وزنه 63 كيلوغراما أن جين أصبح لا يأكل كثيرا لأنه مشغول بألعاب الفيديو. ثم أشار جيمين في النهاية، أعتقد أننا سنكون قادرين على مقابلة كثير من المعجبين هذا العام، أرجو الانتظار. في إخبار أخرى، تعرف مينا من تويز دائما بصورتها الأنيقة والرائعة، فهي ملقبة ببيوتيفول سوان، أي البجعة الجميلة لجمال بشرتها الخالية من العيوب إلى ذراعيها وقدميها النحيفة، لكن خلف تلك الهيئة الملائكية يوجد جسد رياضي بحت. فبفضل سنوات التدريب على البلاي أصبحت بنية مينا في أفضل حال، فالجمهور لاحظ أنه بمرور الوقت تزداد قوة مينا الجسدية. وبحلول عام 2022 أصبحت مينا تتمتع ب6 عضلات في المعدة، وقد تم ملاحظة ذلك من خلال جولة تويس العالمية الرابعة في أمريكا. فقد أذهل جسد مينا جميع الحضور بشكله العضلي، بل قامت أيضا ببناء عضلات ذراعها، وبهذا الجسد فهي تستحق الحصول على جائزة هذا العام للتحصيل الأكاديمي. في إخبار أخرى، في يوم 20 فبراير، من خلال تعليق على اليوتيوب، تم التأكيد من ظهور جيني في عرض الألعاب، ووفقا لذلك ستظهر جيني لأول مرة منذ سنوات في جيم كارترز الأسبوع المقبل. وإلى جانب ذلك، هناك فنانون آخرون من وكالة وجي سيظهرون في هذا العرض المتنوع، وسيكون من وينر وتراجر. في هذه الأثناء، الآن ليسا من بلاك بينك هي سيدة الكيبوب الأولى، وذلك لأن أغانيها الآن جميعا تخطت 100 مليون عملية بث على سبوتيفاي، حيث وصلت أغنية سكسي جيرل الآن إلى 100 مليون عملية بث على هذه المنصة. وبذلك أصبحت ليسا تحتل المرتبة 5 من بين أفضل الرابر النساء في جميع أنحاء العالم، مع أكبر عدد من المستمعين شهريا على سبوتيفاي اعتبارا من 20 فبراير. وفي نفس اليوم وصل محبي ليسا تلقي الأخبار السعيدة، فقد تم الكشف على حساب ويبو أن ليسا من بلاك بينك ستكون السفيرة العلامة التجارية الجديدة ريجو للخمور، تحديدا الويسكي. ووفقا لهذا الحساب، تم تصوير إعلان الويسكي بالفعل في 22 يناير، فقد تم رصد ليسا مع الكحول بالفعل. وسابقا أيضا تابع أوليفر روستون المدير الإبداعي لشركة الخمور هذه العضوة ليسا على الإنستغرام، لذلك دعونا ننتظر إعلان ليسا الجديد قريبا. في هذه الأثناء، كشفت مجلة ديسكوريا صور غلاف عدد مارس 2022 للعضوة روزي من بلاك بينك والفنان لوران، وكانت صور العضوة روزي أكثر من ساحرة ومبهجة من خلال ملابسها لوران، فقد تلقت روزي الكثير من الثناء لأسلوبها الإنثوي مع شعرها الأشقر المتساقط. على الجانب الآخر، ظهر الفنان لوران بأوضاع بسيطة ولكنها جذابة جدا، فقد كانت هذه هي المرة الأولى يظهر فيها الاثنين معا على غطاء مجلة واحد. في هذه الأثناء، حدث جيسو من بلاك بينك الانستغرام الخاص بها من خلال صور جميلة يوم 21 فبراير مع عنوان كليك كليك، أي انقر هنا لوضع قلب عليها. ظهر جيسو في صور السيلفي تحت إضاءة غامضة، فبعد ظهورها للمرة الأولى كممثلة لفتت الانتباه من خلال إظهار جمالها المتزايد. تفاخر جيسو بجمالها بدون كثير من المكياج، كان مظهرها الغير رسمي قمة في المثالية. فجيسو حقا هي الوجه المثالي لعارضة الأزياء والممثلة والأيدل والمذيعة. إن أعجبك الفيديو لا تنسى دعمي بالإعجاب والاشتراك أيضا في القناة، وشكرا لك، إلى اللقاء.